تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير التموين علي المصلحي. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية وتوفير المكون الدولاري لها. من جانبه أشار محافظ البنك المركزي إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات.